أعياد ميلاد أبدا غير لثلاثة بس، العيد عيد ميلاد ربنا يسوع المسيح، عيد ميلاد العذراء، عيد ميلاد يوحنا المعمدان. العذراء ويوحنا المعمدان دي بنعيد فيهم ارتباطهم بالمسيح، ارتباطهم بالمولود اللي جاي. يعني دول المولودين اللي جاي ما كناش عايزينها، العذراء ويوحنا المعمدان. الحقيقة النهاردة يوم انفتاح الحياة على الموت. فجأة كده انفتحت الحياة على الموت البشرية. ظهور إشراق النور في ظلمة العالم. هو يوم جميل وعجيب جدا، عشان كده في الغرب بيحبوا قوي كريسمس، بيعملوا فيه عمايل ضخمة جدا، بيعتبروا ده عيد، عيد عجيب، عيد تنازل الله عشان يتكسب ويعيش في بيت الخل. الكلمة صار جسد وحل فينا، حل فينا. في بعض الترجمات يقول حل بيننا، ولكن الترجمة التي تقول حل فينا، وكلمة حل فينا هي دي اللي بتولي ان هو يسوع المسيح مازال يعيش في حياة في كل الأشخاص الموجودين فيه، الموجودين دلوقتي في الكنيسة. عايز بس اكلمكم عن التجسد الالهي قد ايه غير مفاهيم عجيبه جدا جدا للبشريه وللمؤمنين فيه. التجسد الالهي لما جه الله تجسد ورانا حته كبيره جدا ما كناش نعرفها، قد ايه ان الله بيحب الانسان لدرجه غير طبيعيه، ان هو يفكر فكره او ان هو يقرر انه يجي ياخد جسد وضعف وحقاره الجسد الانساني عشان يعيش وسطنا ويعبر ويورينا عن الحب بتاعه. احنا من خلال اليوم ده بعرف قد ايه قيمتي عندك يا رب. قد ايه قيمه كبيره جدا جدا لدرجه انك انت تعمل الرحله الطويله دي والخطه العجيبه دي انك تتجسد وتسكن معانا وتعيش حياتنا كلها. طبعا في كاتب امريكاني كده اسمه فيليب يانسي كتب كتاب كده بيتكلم عن ربنا والحب بتاعه، بيقول انا كان عندي حوض اسماك كبير كده، حوض كبير وفيه الوان اسماك كتيره، كان يقعد بالساعات يبص عليهم، وقلت ما كل ما امد ايديا عشان انزلهم اكل يخافوا يا رب اديهم، مش عندي، احاول اقول لهم انا بحبكم مش فاهمين. فبيقول فكرت كده وقلت ايه، يا لو كنت اقدر ابقى سمكه وانزل في وسط الميه بتاعتهم واقول لهم انا بحبكم كانوا ما يخافوش مني. هو ده اللي عمله ربنا الاله بتاعنا. فجاه احنا بشر كده نقط صغيره بالنسبه للاله العظيم. في العهد القديم كانوا يتفزعوا منه ويخافوا، حب يقول لنا انا بحبكم، فتحول تجسد واخذ جسدنا وسكن في وسطنا. الحين مفهوم الحب الالهي او حب الله العجيب جدا جدا للانسان ظهر في هذا اليوم. حاجه ثانيه كمان في التجسد لما جه المسيح وتجسد وسطنا وعاش معانا، شفنا اخلاق الله. يعني ايه اخلاق الله؟ ايه قديس فيه قديس؟ كنا بنحتفل بعيد استشهاده من ثلاث ايام كده، القديس ارناطوس انطاكي كان بيتكلم وهو رايح قبل ما يروح يتقدم للوحوش عشان كان في الاضطهاد العنيف اللي عمله الامبراطور الروماني. كتب رسالة كده، وكتب سبع رسائل. في أحد الرسائل تنبه للكربوس، يقول له كده تخلق، الكربوس كان قسم التلميذ كده قسم زيه يعني، يقول له تخلق أخلاق الله. احنا قاعدين في الكنيسة يا جماعة، اتكلم عن أخلاق الله. أخلاق الله كنا نسمع عنها ازاي ونعرفها؟ لما جه المسيح تجسد ورانا اخلاق الله، ورانا الاخلاق العجيبه
اللي كلنا بنحاول ان احنا نبقى بنفس الطريقه دي، نتخلق باخلاق الله. احيانا لما براجع طريقه ربنا كاخلاقيات يعني استغرب جدا، ما ابعد اخلاقك يا رب عن اخلاقنا. اخلاق البشر عايز منظر، عايز يبقى في مجد، عايز يبقى دخولك للارض كان دخول حقير جدا، ضعيف جدا. والمنطقه الارض اللي انت خلقتها كلها اللي استقبلتك مزود الحيوانات واتولدت فيها، مين فينا اتولد في مكان زي ده؟ حتى افقر الناس ما اتولدتش ابدا في مكان زي ده. ايه ده؟ ازاي يا رب انت كده؟ ازاي؟ ايه الاخلاق دي او ايه الفكره دي؟ ولما جيت تمشي وتسيب العالم يعني ابتديت حياتك في مزود فقير، ولما خرجت من العالم بتاعنا خرجت من قبر في اموات، وخرجت وعجيب كمان ان في دخولك وخروجك كان عدد بسيط جدا من الناس اللي تعرف المعجزه البينه دي. الله اللي هو الغير محدود فجأة يجي يتولد من امرأة، دي حاجة مش طبيعية خالص. مين عرفها؟ ناس على يعني أعداد قليلة جدا جدا عرفها، رعاة غنم بشر وملائكة، عرفها مجوس حكماء بيبصوا في السماء وبيفتشوا فلقوا نجمة تتحرك، فقالوا النجمة دي بتاعت ملك. عرفها سمعان وحنة النبية اللي كانت عايشة منتظرة فداء إسرائيل. في عدد قليل قوي قوي من الناس، وبقية الناس كلها محدش عارف حاجة خالص. ولما قمت عرف إنك أنت قمت وصعدت إلى السماء عدد قليل جدا من الناس. إيه ده؟ قصدك إيه يا رب؟ ليه ما يبقاش الفرصة تبقى إعلان قوي لأن الله زلزل الأرض ونزل وتجسد. واضح من أخلاقه ربنا مختلفة، ما بيعملش كده، هو بيعمل في هدوء وفي صمت وفي أقل ما يمكن عشان يوصل نفسه لأقل واحد في البشر، عشان يبقى يقول لنا كده أنتم بتحبوا المجد، بتحبوا السلطة، إنما من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن آخر الكل وخادم الجميع. الحقيقة الآية دي بنسمعها كتير بس بنحاول نعملها وما نعرفش، فبنقول يا رب ادينا إن احنا نعملها، ادينا نتعلم ده، دي الأخلاق بتاعتك. اتعلمنا فعلا في تجسد الله الأخلاقيات العجيبة المختلفة تماما عن الأخلاقيات العادية. نمرة ثلاثة، التجسد ابتدينا نشوف مفهوم تاني عن الجسد. الله وافق او اراد ان يتحد بالجسد بتاعنا ويعيش وسطنا ويمارس كل ممارسات حياتنا. ما اصبحش الجسد ده رمز للشر او للنجاسه او للخطيه. يمكن العالم قبل المسيح كان دايما الفكر اليوناني القديم كان دايما بيقول الجسد ده خلقوا إله شر، إله شرير، والروح خلقوا إله خير، والاثنين بيتصارعوا مع بعض في البني آدم، الجسد بيصارع الروح، إله الشر اللي خلق الجسد، وإله الخير اللي خلق الروح بيصارعوا مع بعض، ومين فيهم يغلب بقى في الآخر لما يموت الإنسان بنكتشف مين اللي غلب. ده كان الفكر، كان فكر الإنساني المنتشر إن في إله شر وإله خير، إله شر خلق جسد وإله خير خلق الروح. بعد ما تجسد المسيح اكتشفنا إن هو مفيش حاجة اسمها إله شر، وإن الجسد ده مش شرير، والجسد ده مقدس، وإنه عمري ما أعتبره أبدا من إن هو ده حاجة حقيرة. أنت يا رب رفعت قيمة الجسد بتاعنا واديتنا رؤيه لجسدنا انها حاجه مقدسه، واردت انك انت تتولد بالطريقه بتاعتنا، بنفس الطريقه اللي كل واحد فينا اتولد منها، ولكن الحاجه بس الوحيده ان بتكون زرع وبشر.
احنا عرفنا ان الجسد ده مقدس. انا فاكر مره من المرات حد كلمني كده من بلاد السعوديه بيتكلمني عن ازاي بتقولوا ان المسيح اتولد من بطن امراه وازاي كده. فجاه في التليفون كده جالي يعني وانا بره كنت حاطط في العربيه سايق فركنت وقعدت اشرح له. قلت له يا اخ فلان انت مش هتفهمنا لان احنا نظرتنا للجسد جسد مقدس. زعل جدا من الكلمه دي. جسد مقدس خط حضراتكم وانتوا قاعدين وانا بقول جسد مقدس اوكي مش عارفه مفيش حد متضايق. انا في ناس ثانيه لا لا يمكن تتخيلها. ايه السبب اللي اتغيرنا تجسد المسيح؟ قال هذا اليوم العظيم اللي خلانا نشوف الجسد بتاعنا جسد مقدس ونقدر نحترمه ونقدر نحس كل انشطه الجسد مقدسه. المسيح لما جه نام اكل خرج اتفسح ركب مراكب كل انشطه الانسان مقدسه لو فيها ربنا. دي نظره العالم ما عرفهاش. العالم بيفتكر في ساعة بس للصلاة وفي ساعة تانية للقلب الإنسان. إنما إحنا شايفينها كل الحياة بقت في مجرى واحد كلها لك يا رب. بفسحها بصلواتها بلعبها بكل حاجة كل أنشطة الإنسان كلها مقدسة. كمان اتعلمنا في التجسد اللي عمله المسيح من أجلنا ان احنا بقينا بنحس قد ايه بان الحب ده حاجه غاليه جدا. ولكن انت لما حاولت خليت الحب يتجسد يعني الحب الاعذار محبه فتجسد وصار انسانا بقى الحب اللي انا بديه لاي حد مش هيبقى ليه طعم الا لو تجسد في افعاله. يعني ساعات الحب كده من غير ما يتجسد يبقى كلمات رنانة. إنما الحب لازم يتجسد. أي حب بقدمه لحد لازم يبقى ليه حاجة متجسدة كده فعل واضح مش كلمات رنانة وبس. حاجات كتيرة اتعلمناها من التجسد. حاجات كتيرة شفنا فيها إن التجسد ده أو هذا اليوم غير مفاهيم حياتنا. إدانا رؤية مختلفة تماما عن رؤية العالم الخارجي. عشان كده احنا بنمجد هذا اليوم بنحتفل به بنفرح به جدا. اليوم فعلا يوم مفرح قوي قوي زي ما بيقول في المزمور الرب قال لي انت ابني وانا اليوم ولدتك سلني فاعطيك الامم راسك وسلطانا من اقطار الارض. انت رب هتبقى ليك سلطان على كل اقطار الارض بقلوب الناس اللي بتحبك واللي بتؤمن بيك وبتثق في كلماتك وبتعيش حياتك. احنا عايزين نصلي دلوقتي واحنا مع بعض كده ان يبقى ماشي عيد الميلاد هيصل بالكامل وخلاص وبوس واحضان وفرح. انما قلب ملا بحب ربنا قلب فرح بفرح زي ما الملائكه قالوا كده هو المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المسره الفرح. ربنا يدينا نعمه وبركه عشان تكون اعياد اللي بنحضرها تكون سبب نمو وبركه في حياتنا لان المجد دائما ابديا. Oh,
المهدي ضيا ابنا فقولي يوحنا قبل أن يرى الكلمة سليم يتغزى جسدا وحلا فيها ورأينا هللويا 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 يسوع بخريستوس ابشر Yeah.